إذا طلبت من شخص أو توسلت يعني بأن نفذ لها أمرا تقول أحيانا والنبي، هذه اللفظة ما حكم؟ هذا حلف بغير الله لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيحين من حديث عمر: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فالإقسام على الناس بالنبي أو بالشرف أو بحياة أبيه حياة أمه أو حياته، كل هذا لا يجوز، وهو من الاعتداء في الأيمان. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم، والواجب على المؤمن أن لا يحلف إلا بالله، فهذا من حفظ اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا يبين خطورة الحلف بغير الله، وأنه يوصل الإنسان إلى هذه المرتبة من الكفر أو الشرك، وهو محمول على الشرك الأصغر إذا كان ذلك على وجه غير عبادي، أما إذا كان معظما له كذا عظيم الله فإنه يكون من الشرك الأكبر، لأن مثل هذه الإطلاقات تحتمل أن تكون شركا أصغر وتحتمل أن تكون شركا أكبر على حسب ما يقوم في قلب القائل. لذلك يجب على المؤمن إذا قال مثل هذه الأقوال أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يفرد الله بالتوحيد. ولهذا قال: من حلف بالله أو العزة فليقل لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز الحلف بغير الله، سواء كان ذلك ملكا أو نبيا أو صالحا أو معظما أو إنسا أو جنا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك. لا يحلف إلا بالله وصفاته جل في علاه.